ماذا نحن فاعلون في ضوء المعطيات الحالية؟ وما تقييمك لما فعلناه من 12 يوم من 7 أكتوبر لحد النهاردة؟ كتير، انت تملك كتير في حقيقة الأمر. ومسألة السعي لاستدراج الجانب المصري لدخول في صدام مسلح مباشر مع قوة احتلال غاشمة تريد أن تحدث ذلك في ظل الأوضاع اللي احنا شايفينها، أعتقد أن دي خطوة استراتيجية يجب أن تدرس بشكل كبير جدا، لأنه يعني من السهل أن نقول صدام مسلح وبعدين دون دراسة النتائج. لكن خلينا نقول برضو في تأصيل بسيط بقى، بما أن احنا بنتكلم يعني هحدثك عن قطاع كبير جدا من الشباب. التاريخ صحيح يعنينا، لكن الواقع هو الأهم بالنسبة لنا. الحديث عن مسألة تصفية القضية الفلسطينية، يعني أنا بقول عبارة يمكن قلتها النهاردة، إنه لو العرب اجتمعوا على إيقاظ القضايا العربية في نفوس الشعوب العربية في مدة 15 يوم ما استطاع أن يفعلوا ذلك وفعله الاحتلال. وفي حقيقة الأمر دي خدمة قدمت إلى الشعوب العربية. إحنا أحيينا قضايانا مرة أخرى، أحيينا القضية الفلسطينية مرة أخرى، جعلناها في صدارة المشهد. في شباب الآن موجودين في الجامعات عملوا مظاهرات يعني حاشدة. الشباب دول من 13 سنة كان أعمارهم يعني لا تدرك أبعاد القضية الفلسطينية ولا أبعاد الصراع العربي الصهيوني وما إلى ذلك. الآن الجميع يتحدث على ضرورة الحفاظ على القضية الفلسطينية، ضرورة حماية الأمن القومي المصري. مصر تملك الكثير والكثير من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية. اللي احنا بنشوفه النهاردة من مشاهد جرائم الحرب والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، الموضوع خرج بشكل قاطع جدا عن مسألة الصراع ما بين قوة احتلال وبين فصائل المقاومة. اللي احنا بنشوفه الآن هو المخطط الصهيوني من أجل إحياء من الفرات إلى النيل. المخطط واضح جدا، بارز جدا، يعني الانصياع المباشر والركوع المخزي للمجتمع الدولي وقادة الدول الأجنبية والبرلمانات الأجنبية من أجل تقديم فروض الولاء والطاعة لللوبي الصهيوني الحاكم، سواء الحاكم على المستوى السياسي أو الحاكم على المستوى الإعلامي، أصبح باين وظاهر. طب إيه اللي المطلوب يتعمل؟ المطلوب أن يبقى في موقف عربي موحد، لأن الأقنعة انكشفت. مسألة التنديد والشجب والإدانة دلوقتي بقاش ليها حل. طب إيه الحل؟ لازم يكون في حل حقيقي لمنع مسألة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية. أبسط شيء، يعني إحنا كنا بنتحدث وبنقول أبسط شيء، مصر مستضيفة حوالي 9 مليون لاجئ، سواء من دول شقيقة أو صديقة، وقاعدين في وسط الشعب المصري والمجتمع المصري وعايشين حياة آمنة مطمئنة. سهل جدا أنك تقول أن احنا نستقبل دول، لكن مجرد استقبال الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة ده معناه أنك صفيت القضية ونقلت حلقة الصراع ما بين الفصائل المقاومة على حدود مصر بشكل مباشر، وده في حد ذاته يعني خطر جسيم يهدد القضية ويهدد الأمن القومي المصري. أنت عندك حلول؟ عندنا حلول. دعوة مصر لعقد القمة يوم السبت القادم وقبول ما لا يقل عن 31 دولة حضور المؤتمر، ده في حد ذاته خطوة إيجابية. اللي احنا محتاجينه هنا، محتاجين نشتغل على 3 محاور. أولا المحور الأول هو الدعم الشعبي، وده احنا بنشوفه من خلال المظاهرات الحاشدة اللي انطلقت في العديد من الدول العربية وحتى كمان الدول الأجنبية، بغض النظر على أن المظاهرات في الدول الأجنبية والمجتمع الغربي قبلت بقمع شديد من الشرطة في هذه الدول، لكن يظل عندك تيار، هذا التيار يرى في أن المعركة الحالية مش معركة فصائل مع دولة احتلال، دي معركة الصهيونية العالمية. حتى بالأمس كانت هناك وقفة احتجاجية لبعض المنظمات اليهودية في الكونجرس الأمريكي عشان خاطر ينددوا بما يحدث في قطاع غزة وما يحدث لتصفية القضية الفلسطينية. دي كلها معطيات نستطيع أن نتعامل بها ونستفيد بها لتشكيل رأي عام دولي وإقليمي يساعد في كبح جماح المخطط الصهيوني في مسألة تصفية القضية الفلسطينية. المشاهد الواقعة، أنا بقول لحضرتك إحنا محتاجين إلى منصات تواصل اجتماعي عربي تحاول تقاوم حالة يعني تغييب الحقائق وقمع الآراء اللي بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات اللي موجودة فيه بشكل كبير جدا. لا، تملك أدوات، أنت عندك من القدرة المادية والثروات الطبيعية أنك تكون مؤثر في مسألة إيقاف يعني حالة الاجتياح الرهيبة جدا اللي احنا بنشوفها في قطاع غزة الآن، وهتنتقل بعد ذلك إلى الضفة الغربية، لأن المخطط مش بس متوقف على مسألة قطاع غزة. قد يكون قطاع غزة هو النقطة الأكثر التهابا
في مسألة الصراع الصهيوني العربي، فبيحاولوا ان هم يعني يركزوا فيها دلوقتي ان احنا نتخلص منها وبعدين نتفرغ الى الضفة الغربية لتنتقل الى الاردن الشقيق، وبذلك تكون تصفيت القضية الفلسطينية تماما. كل دي معطيات امام صناع القرار. انا في تقديري الشخصي ان قيمة المظاهرات الحاشدة اللي بتنطلق في جموع الوطن العربي، الغرض منها هو تأصيل قدرة القيادات العربية على اتخاذ موقف جريء. الموقف الجريء ده يجب أن تتوقف بشكل مباشر، أنت تعول على قمة السلام ده بشكل قاطع، لأنك أنت محتاج ده دلوقتي. مسألة الدخول في صراع مسلح أنا بقول لحك ده في منتهى الصعوبة، لسبب واضح جدا، أن في خلال 13 سنة اللي فاتوا تم تدمير القوى العربية والجيوش العربية بشكل كامل، فلم تعد ترى الجيش السوري، لم تعد ترى الجيش الليبي، لم تعد ترى الجيش العراقي، لم تعد ترى إلا الجيش المصري اللي احنا قعدنا فترة طويلة جدا يشككوا في مسألة تسليحه. الآن جاءت قيمته، انه لو كان الجانب الخاص بالاحتلال قادر على انه يحطم الحدود والنقل الإجباري للأشقاء الفلسطينيين من غزة إلى سيناء كان فعل، لكن قوة الجانب المصري كانت رادعة بشكل فاعل جدا. حديث الرئيس بشكل مباشر يعطي لك انطباع قوي جدا ومباشر أن هناك ضغوط مباشرة. يعني الحديث الآن مش حديث غرف مغلقة، ده حديث في القنوات، حديث في دوائر السياسة على وجوب انصياع مصري إلى مسألة تهجير الأشقاء الفلسطينيين. حديث الرئيس ده فاعل جدا وواضح جدا، واستدعاءه الدعم الشعبي ده معناه أنه الرئيس يطلب دعم الشعب المصري ليكون سند له في حديثه مع قادة المجتمع الغربي والدولي وفي حديثه في القمة يوم السبت القادم إن شاء الله. تمام.